Thank you.
Kwezi jengo hili tukufu mahudhuri ya harumai hafla ya hema nahanyu mtukufu Konseye Muhammad Saleh Mwasi Andani Omjiwafuni Awati malele jena lahee Ibangao Washukuria uzinga wa mazijusa Ahuja mtukuze Imanahanyu Muhammad Saleh Mwaibenza akawaida amelegu hamada ya Wanuko ashindi watekeleza ziwachi kupia zanadi Eka umhudhuri wahanyu haruma umjiunu Ipare hana ukaya Na umtimanda nyao na mbaloga ya mtambisha Umjiwa mfuni hajimla Watekeleza uze samahaza hao nanyi Kawaida wajibudumuro wajwa mrenge Sha manadamu Abakina uwewa Ebunge umwewa hao nyondo wa mrenge ya zesama Afrukale tengwelika ansi Litulilia Wandu waka uhudumu Wa isahiri mru Haji hundo haruma makazi Haji istawisha Ya mwe rusa ya mafungi wa watu nwaze wa hatu Nujume fatiha litie Ibarna majitiani Wassalamu alaikum Ni fatiha Al-Fatiha أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الفخامة رئيس المجلس الاستشاري لجزيرة القمر الكبرى أصحاب المعالي من الوزراء والمدراء والنواب والمستشارين أصحاب المعالي للسفير المملكة العربية السعودية والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الليبية الشقيقة أعضاء السلك الدبلوماسي أصحاب السماحة من العلماء والسادة من أهل البيت والمشايخ والدعاة يا آفخ الشرف من أعيان المدن والقرى أيها الجمع الأغر طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة عرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليجعل عذب السفاح إجاجا ومرارة النكاح فرجا ومخرجا ومسكا وغريجا فتوبى ثم توبى لمن اتخذهن سكنا وحرثا وموضع سره فنجا وناجا فانجحوهن مثنى وثلاث ورباع لمن كان عادلا محتاجا تلبية لندائه صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الورود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فسبحان الذي أحل النكاح وحده
السفاح، ثم أباح تعدد الزوجات نظاما ومنهاجا لم يزل لمن تابعه من المجتمعات معراجا وعلى من خالفه عجاجا. ليس التعدد ظلما ولا خيانة ولا لجاجا، وإنما هو حق من حقوق المرأة عند ظروف تقتضي للأولى ازدواجا وتحقق للثانية رغبتها واختيارها إن رضيت لنفسه اندماجا. أما الاكتفاء بواحدة باسم المساواة فمن جراثيم الغرب وسيظل مجاجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رخص هذا التعدد بتقييده وضوابطه علاجا لكثير من الأزمات، أهمها عدم الاتخاذ وراء ذلك سبلا فجاجا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله سن التعدد لا سيما في زمن زادت فيه نسبة الأرامل والمطلقات والعوانس زيادة مخيفة لا تقبل استدراجا، في زمن لا يرى في ظلم المرأة بأسا ولا حرجا، بحيث يعاب أفسق هذا الزمان إن كان مدلاجا. كيف لا وقد حرم الدياثة الدامية والشجاجة، فكان انحراف الجنسين وفسادهما معا نتاجا، لا يرى في خيانتهن بأسا إلا من كان رجراجا. وبالتالي أضرب بذلك ذئاب الإنس عن الزواج لا عجزا ولكن احتجاجا، إما أن السبيل إلى الزواج أصبح رتاجا بسبب تعقيدنا الزواج الذي أرسى للتبرج والتفجر أبراجا، وإما حذرا من اختيار شريكة سفيرة فريسة فاقت غيرها خروجا وخروجا. فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مأمونة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وزي تمش تكوف هو كلا وحزن السببيلي إكاو نسر تغيبان رفو دي نسبة يهي من ياسي تكوف قصي محمد فاتح مواس نياي بنت العرس وهاي مريم سيد مواس زيونو تكوف.